سؤال: بما أن الروح تنتقل إلى السماء في اليوم الأول، فأين كانت روح لعازر بعد الموت ولمدة 3 أيام وهكذا، يعني رجعت في إقامة موت؟ هو طبعا الروح بتروح السماء بعد الصلب وبعد الفداء، لكن قبل الصلب وقبل الفداء كانت حتى أرواح الأبرار كانت بتنزل إلى أقسام الأرض السفلى لغاية لما المسيح خرجهم ودخلهم الفردوس بعد أن أسلم الروح على الصليب. فروح لحازر كان في أقسام الأرض السفلى، المسيح عرف هي فين وخرجها وجابها، لكن ما كانتش وصلت للسماء بعد، لتوصل للسماء بعد الفداء.